من المعلوم عند جميع أهل العلم أنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة وحجة قائمة مستقلة على جميع الأمة. من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر كفرا أكبر وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله وأنكر ما أمر الله به ورسوله وجحد أصلا عظيما أمر الله بالرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع العلم وكذب به وجحده. وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها أربعة، على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث إجماع أهل العلم. وتنازع العلم في أصول أخرى أهمها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة. أما السنة فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن الواجب على جميع المسلمين بل على جميع الأمة الأخذ بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات من كتاب الله وأحاديث صحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها والإنكار على من عرض عنها أو خالفها. وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كالخوارج، فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة وبسقوا كثيرا وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتابعتهم الرافضة فقالوا لا حجة إلا فيما جاء من طريق أهل البيت فقط وما سوى ذلك لا حجة فيه. ونبغت نابغة بعد ذلك، ولا يزال هذا القول ينكر فيما بين وقت وآخر. يسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية، ويزعمون أنه أهل القرآن وأنهم يحتجون بالقرآن فقط، وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنما كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط، ولأن الكتب قد يقع فيها غلط، إلى غير هذا مما قالوا من الترهات والخرافات والآراء الفاسدة، وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط، وقد ضلوا عن سواء السبيل وكذبوا وكفروا بذلك كفرا أكبر بواحة. فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به، ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم يتبع ولا يطاع لم يكن الأوامر قيمة. وقد أمر أيوب أن تبلغ سنته، كان إذا خطب أمر أن تبلغ السنة، فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام.
ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحا. قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقرن طاعة الرسول بطاعته: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله. قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وكرر فعله في ذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال: أولي الأمر منكم، ولم يكرر الفعل لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، وإنما تجب في المعروف حيث كان ما أمروا به من طاعة الله ورسوله وإما لا يخالف أمر الله ورسوله. ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله، فقال: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. ولم يقل إلى أولي الأمر منكم، بل قال إلى الله والرسول. فدل ذلك على أن الرد في مسائل النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله. قال العلماء: معنى لله لكتاب الله، ومعنى والرسول معنى الرسول حياته ولسنته في بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لعلم بذلك أن سنته مستقلة وأنها أصل متبع. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قل يا أيها، قبلها قوله جل وعلا: فالذين آمنوا بالله، فالذين آمنوا بالله ورسوله وعزوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام، فالذين آمنوا به وعزوه ونصروه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنبي الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهم. فدل ذلك على أن من أنكر سنته ولم يتبعه فإنه ليس بمفلح وليس من المفلحين. ثم قال بعدها: قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد، يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فعلق الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على وجوب طاعته واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل في آيات أخرى: ونطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا أيضا في هذه السورة، سورة النور: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال فأخرجها وحدها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال في آخر السورة، سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر جل وعلا أن المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم نعوذ بالله. وقال عز وجل في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه آيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله، ومن قال إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفر. فإن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله ولا يؤمن بكتاب الله ولا ينفذ لكتاب الله. إذ كتاب الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أنه يأخذ بالقرآن ويتبع القرآن دون السنة فقد كذب،
لأن السنة جزء من القرآن، طاعة الرسول جزء من القرآن، ودل على الأخذ بها القرآن، وأمر بالأخذ بها القرآن، فلا يمكن هذا ينفك هذا عن هذا، ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعا للقرآن بدون اتباع السنة، ولا يكون متبعا للسنة بدون اتباع القرآن، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وإما جاء بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا واضح في أن من عصاه فقد عصى الله، ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة والعياذ بالله. وفي المسند وأبي داود وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقدام بن أبي كرب الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت كتابا ومثله معه، كتاب يعني القرآن، ومثله معه السنة الوحي الثاني، ألا يوجد رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، هو وجد فيه من حرام حرمناه. وفي لفظ: يوشك رجل شبعان على أريكته يحدث بالأمر من أمره مما أمر به ونهيت عنه فيقول: بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدنا فيه اتبعنا، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عليه الصلاة والسلام. ولا حديث في هذا معنى كثيرة. الواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تعرف قدرها، وأن تأخذ بها وتسير عليها، فهي الشارحة والمبصرة لكتاب الله عز وجل، والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله، والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله، والخاصة لما قد يعم من كتاب الله. ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك، لأن الله يقول جل وعلا: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو مبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها، فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم؟ هذا من أبطل الباطل، فعلم بذلك أنه مبين كما قاله الله، وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله. وقال في آية أخرى سورة النحل: وما أنزلنا على كتاب إلا لتبين لهم فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين جل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فإذا كان سنته لا تبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعنى. فهو سبحانه وتعالى بين أنه غلب يبين للناس ما نزل إليهم، وأنه عليه الصلاة والسلام يقصر النزاع بين الناس ما اختلفوا فيه، فدل ذلك على أن سنته لازمة الاتباع وواجبة الاتباع. وليس هذا خاصا بأهل زمانه وصحابته رضي الله عنهم، بل هو لهم ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة. فإن الشريعة شريعة لزمانه ولمن بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، هو رسول الله إلى الناس عام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هو رسول الله إلى جميع العالم، الجن والإنس، العرب والعجم، الأغنياء والفقراء، الحكام والمحكومين، إلى يوم القيامة ليس بعده نبي، هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله
وشارحة لكتاب الله ودالة على ما قد يختل من كتاب الله. وشريعته وسنته أيضا جاءت بأحكام لم يأتي بها كتاب الله، جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تكن في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك تفصيل الصلوات، تفصيل الركعات، تفصيل أحكام الزكاة، تفصيل أحكام الرضاع. فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع، وجاءت السنة البقية في محرمات الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وجاءت السنة بحكم مستقل في تحليل الجامعة المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وجاءت بأحكام مستقلة لم تكن في كتاب الله في أشياء كثيرة، الجنايات والديات والنفقات وأحكام الزكوات وأحكام الحج إلى غير ذلك. ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن الحصين رضي الله عنه: دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب الله، غضب عمران رضي الله عنه وأرضاه وشد نفيره وقال: لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربعة، أن الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة والمغرب ثلاثة إلى آخره. فالسنة بيّنت لنا تفاصيل الصلاة وتفاصيل الأحكام، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها ويحتجون بها. ولما ارتد من ارتدنا العرب وقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى جهادهم، توقف عمر في ذلك وقال: كيف نقاتلهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصوا لدماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال الصديق رضي الله عنه: أليست الزكاة من حقها؟ من حق لا إله إلا الله؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. ثم وافق المسلمون ووافق الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله. ولما جاءت جدة تسأل قال: ما أعلم لك شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصديق: ولكن سوف أسأل الناس، يعني عما جاء في السنة. فسأل الناس فأخبر أن الرسول قضى لها بالسدس، فقضى أهل السدس رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عمر لما أشكل عليه امرأة المرأة إذا أثار جنين ميتا ما حكمه، وقف حتى سأل الناس، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن النبي قضى فيه بغرة عبد الأمر فقضى بذلك. ولما أشكل على عثمان عدة حكم معتدة من الوفاة، هل تكون في بيت زوجها أو تنتقل إلى أهلها، فشهدت عنده رائعة بنت مالك الخدرية أخت أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تعتد في بيتها، فقضى بذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما سمع علي رضي الله عنه عثمان في بعض حجاته ينهى أن يمتعه ويأمر بإفراد الحج، أحرم علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا، وقال: لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالبدعة قال يوشك، ويحتج عليه بقول أبيه وعمر أنهما يريان إفراد الحج، قال يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. ولما ذكر لأحمد رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رئيس سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما يقول، تعجب وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رئيس سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما ذكر عند أيوب رجل يدعو إلى القرآن ويثبت عن السنة
قال دعوه فإنه ضال. المقصود أن السلف الصالح قد عرفوا هذا الأمر ونبغت عندهم نوابغ بسبب الخوارج بهذا الباب، فشد نكيرهم عليهم وضللوهم وحذروا منهم، مع أنه إنكار غير الإنكار الموجود الأخير، إنكار لهم شبهة بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعضهم دون بعض. أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بداهية دحية ومنكر عظيم وبلاء كبير ومصيبة عظمى، حيث قالوا إن السنة برمتها، برمتها لا يحتجها كليا لا من هنا ولا من هنا، وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها، وسار على هذا النهج وأعلنه كثيرا الرئيس القذافي المعروف، فظل وأظل. وهكذا جماعة في مصر وغير مصر قالوا هذه المقالة فظلوا وأظلوا وسموا أنفسهم بالقرآنيين. وقد جهلوا ما قال به علماء السنة، فقد احتاطوا كثيرا للسنة، تلقوها أول عن الصحابة حفظا ودرسوها وحفظوها حفظا كاملا حفظا دقيقا حرفيا، ونقلوها لمن بعدهم. ثم ألف العلماء في القرن الثاني في رأس القرن الأول وفي أثناء القرن الثاني، ثم كثر ذلك في القرن الثالث، ألفوا الكتب وجمعوا فيها الأحاديث حرصا على بقائها وحفظها وصيانتها. انتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة التي لا ريب فيها ولا شك. ثم لقبوا عن الرجال وعرفوا ثقتهم من كذابهم من ضعيفهم من سيء الحفظ منهم، حتى حرروا ذلك أتم تحرير، وبينوا من يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية، ومن يحتج به ومن لا يحتج به، واعتنوا بما قد وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط سجلوها عليه، وعرفوا كذابين ومضاعين وألفوا فيهم ووضحوا أسماءهم، فأيد الله بهم السنة وأقام بهم الحجة وقطع بهم معذرة، وزال تلبيس الملبسين وانكشف ضلال الضالين، فبقت السنة بحمد الله جلية واضحة لا شبهة عليها ولا غبار عليها. وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيرا، وإذا رأوا من أحد أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه. حدث ذات يوم عبد الله بن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بعض أبنائه والله لا نعلم عن اجتهاد، مقصود أنهن تغيرن وأنهن قد يتسهلن في الخروج، ليس قصده إنكار السنة. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا شجعا وقول أقول قال رسول الله تقول والله لو نعهن. ورأى عبد الله المغفل المزني رضي الله عنه بعض أقاربه يخذف، قال له إن رسول الله عن خذف، وقال إنه لا أخذ صيدا ولا ينكر عدوا. ثم رآه في وقت آخر يخذف، فقال أقول لك إن رسول الله عن هذا ثم تخذف، لا كلمتك أبدا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدا، ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لها لرأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات. وقال أبو حنيفة عند في هذا المعنى رضي الله عنه ورحمه إذا جاء الحديث عن رسول الله صار عينه الرأس صدق عليه الصلاة والسلام إلى آخر كلامه. وقال مالك رحمه الله ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القمر عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا لن يصلح آخر أمة إلا ما أصلح أولها، هو اتباع كتاب السنة
وهكذا قال غيره من العلم. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت أعرف حديثا صحيحا ثم رأيته لخلفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وفي لفظ آخر قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله يخالفه فاضربوا بقول الحائط. وقال أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي وخذوا من حيث أخذنا. وسبق قوله رحمه الله حديث في لقب عرفوا الإسلام وصحته يذهب إلى رئيس الجهان كما تقدم. فالأمر في هذا واضح، وكلام أهل العلم في هذا جليل ومتداول عند أهل العلم. وقد تكلم المتأخرون في هذا المقام كلاما كثيرا كابن عباس بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم، وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زرع سواء السبيل، وأن من عظم آراء الرجال فقد ضل وأخطأ، وأن الواجب عرض آراء الرجال مهما عظموا رحمة الله عليهم، مهما عظموا يجب عرض آرائهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما شهد له منهما بالقبول قبل، وما لا فإن الرد على قائل. ومن آخر ما كتب في هذا الحافظ السيوطي رحمه الله عز كتب رسالة سماها مفتاح الجنة في الاحتفال بالسنة، وذكر في أولها أن من أنكر السنة وزعم أنه لا يحتج بها فقد كفر إجماع. ونقل كثيرا من كلام السلف في ذلك. هذه مرجعة السنة من الإسلام، وهذه مكانتها من الإسلام، وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسها يجب الأخذ بها والرجوع إليها، وأنه متصح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به مطلقاً.